أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. ما تداعيات التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران بعد إرسال الجيش الأمريكي ناقلة طائرات إلى الخليج العربي وتلويح إيران بإمكانية استهدافها، لا سيما بعد أن أعلن قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي أنه إذا أقدمت أمريكا على خطوة فسنوجه لها ضربة في الرأس. في المقابل حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة مع شبكة CNBC حذر إيران من استهداف مصالح أمريكية سواء في العراق أو أفغانستان أو اليمن أو أي مكان آخر في الشرق الأوسط، مؤكدا أن واشنطن مستعدة للرد بالطريقة الملائمة، ولكن الحرب ليست الهدف الأمريكي بحسب قوله. هل هناك رغبة حقيقية إذن؟ رغبة أمريكية لمواجهة إيران؟ ما تداعيات وانعكاسات هذا التصعيد على النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة؟ هل ستقبل طهران بشروط واشنطن في ضوء نشر الطائرات والسفن الأمريكية في مياه الخليج العربي؟ سنضع تحت الضوء هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام، وكذلك انعكاسات هذا التصعيد على العراق والمنطقة. أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، ضيفي في الاستوديو. أرحب بك ضيفي الكريم، وأرحب أيضا بضيفي الكريم الأستاذ سعد ناجي الساعاتي أستاذ العلوم السياسية والأكاديمي العراقي. مرحبا بك أستاذ سعد. إذن سينضم إلينا لاحقا الأستاذ سعد ناجي، وكذلك سينضم إلينا لاحقا الأستاذ حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. سنوات طويلة من التصريحات والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن كان ينتج عنها في كل مرة تعاون مشترك جديد، تصعيد في العلن واتفاق بالسر، هذا ما اعتادت عليه السياسة الخارجية للبلدين. فإن العلاقة بين أمريكا وإيران تتخذ وجهين، أحدهما ظاهر يتسم بالعداء والآخر خفي يتسم بالتعاون وتبادل المصالح. لكن ثمة تكهنات تشير إلى أن واشنطن قرعت طبول الحرب جديا هذه المرة حسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وأن التحركات والوجود العسكري في الخليج العربي هو رسالة واضحة لنظام طهران بأن مخططات الاحتكاك غير المباشر عبر الوكلاء فقدت جدواها، وأنها ستتحمل مسؤولية أي فعل عدائي يقدمون عليه ضد الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة. في العراق حيث تدار الحروب بالوكالة، فإنه سيكون ساحة حرب في حال اندلعت المواجهات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما أن ميليشيات الحشد تسعى لجعل العراق كبش فداء لأي خطر يهدد النظام الإيراني. صحيفة فيرست بوست الأمريكية قالت إن تهديدات الولايات المتحدة بإعلان الحرب حال قيام أحد وكلاء إيران في العراق بضرب القوات الأمريكية ستؤدي إلى نتائج خطيرة، مشيرة إلى أن هناك شكلين محتملين لتلك الحرب. الأول هو هجمة عسكرية باستخدام الطائرات والصواريخ الموجهة، والثاني هو محاولة القوات الإيرانية التحرك نحو العراق والقيام بحرب شوارع. وتأتي الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العراق لتحمل تحذيرات مباشرة لحكومة عبد المهدي من تعرض المصالح الأمريكية في العراق لأي خطر من قبل أذرع إيران المسلحة. التصعيد الأخير يثير قلق حلفاء واشنطن في المنطقة، مع تأكيدات الولايات المتحدة بضمان أمنهم وسلامتهم من إيران، إلا أن هذه الدول تخشى إذا ما نشب نزاع عسكري في المنطقة من أن تطالهم ردة فعل انتقامية من إيران. من جانب آخر، يرى مراقبون أن الموقف الأكثر قربا إلى الواقع وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل هو ما قاله مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الجنرال مارك كيميت، من أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد إعلان حرب ضد إيران، والهدف من التعزيزات الأمريكية في الخليج العربي هو الردع، فقد تقدم إيران نتيجة لخطأ في الحسابات وتحت ضغط العقوبات على تصرف غير محسوب، وفي هذه الحالة نحن هناك للرد. ترى أي تلك الاحتمالات مرشحة للتنفيذ في المنطقة الملتهبة أصلا بالأحداث والصراعات
التي جعلت منها ساحة لتصفية الحسابات. إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على حقيقة العلاقات الأمريكية الإيرانية في ضوء التصعيد الأخير، وهل هناك فعلا خلاف أمريكي إيراني على الأرض في ضوء ما يجري من تداعيات؟ أرحب بك مرة أخرى أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني نتساءل، ما حقيقة هذا التصعيد؟ هل هناك فعلا خلاف أمريكي إيراني؟ كيف راقبت ما يجري في هذا التصعيد الأخير؟ العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على قدر كبير من التخادم بين الطرفين. هذا التخادم رأيناه في غزو العراق، رأيناه في غزو أفغانستان، رأيناه في أمثلة عديدة أخرى. لكن التخادم بين الطرفين لا يعني أنهما حلفاء، مع أن المتحالفين أيضا يمكن أن يختلفوا في حال تجاوز حدود التحالف المتفق عليه. ترامب أنا باعتقادي ينفذ فعلا ما تعهد به خلال حملته الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالجانب الإيراني أو ما يتعلق بالجدار مع المكسيك، فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالتالي هو ماضي عمليا وفعليا في تنفيذ ما تعهد به خلال حملاته الانتخابية. هذا المستوى الذي نراه من التحشيد العسكري والسياسي والاستخباري في منطقة الخليج العربي وما حولها له أكلاف سياسية ومالية. المالية ربما تكون أبسط هذه الأكلاف، السياسية أهم منها. باعتقادي يعني الآن في إطار هذه الأخبار التي نسمعها وما نراه من تطورات على الأرض، ترامب ليس له ما يقدمه إلى الناخب الأمريكي في حملته الرئاسية المقبلة المتوقعة في مطلع العام القادم سوى الحد من نفوذ إيران. لذلك أنا في اعتقادي هو عازم على المضي في هذه السياسة وتحقيق ما تعهد به. وأنا باعتقادي عندما ينفذ هذا أو ينتهي من هذا الملف، ملف إيران، سيبدأ بالتفرغ للملف الخارجي الآخر الذي تعهد به، وهو موضوع صفقة القرن وما يقال من تسوية للصراع العربي الصهيوني بشكل كامل. في هذا الإطار الآن الأجواء التي تسير يعني نراها في المنطقة هي أجواء حرب، ولكن وجود أجواء الحرب لا يعني أن الحرب ستقع، لكن لا يعني أن الحرب لن تقع، بالعكس وقوعها احتمال وقوعها هو أقرب للترجيح. في كل الأحوال الأمر لن يكون كما حدث مع العراق، لن يكون هناك غزو، لن يكون هناك يعني عمل على الأرض قوات برية. وهذا يعني أيضا أن الوقت من هنا إلى تنفيذ العمل العسكري ضد إيران لن يطول. أمريكا لن تحتاج إلى حشد قوات برية على الأرض، وبالتالي هناك مراحل كبيرة ستختزل في هذه العملية العسكرية المتوقعة ضد إيران. يعني ما يقال أن هذا للردع، وهذا الوجود العسكري للردع، وأن هذا لإجبار الجانب الإيراني على الرجوع إلى طاولة المفاوضات لأجل إنجاز اتفاق نووي جديد. إيران في الحقيقة هي تعتمد سياسة التفاوض من أجل التفاوض، يعني لغرض اللعب، نعم، لغرض كسب الوقت وليس للوصول إلى نتائج. سأبقى معي وهذا الأمر طبعا يعني نعم اعتمدته خلال العقود الأربعة الأخيرة، ولذلك أنا أعتقد الأمر الآن مختلف. يعني الإدارة الحالية هي إدارة صقور موجهة كل سياستها لتحجيم إيران وربما مهاجمتها. يعني ترامب، بولتون، بومبيو، هذا الثلاثي يعزف على وتر الحرب مع إيران. إيران باعتقادي لن تستطيع أن تخدع الولايات المتحدة في هذه المرة. أمريكا قادرة على فهم الطبيعة الإيرانية، فهي أكثر من عملت معها هو إيران خلال السنوات الماضية وتخادمت معها. هنا يعني يأتي مسألة بالغة الأهمية. الحملة الأمريكية على إيران ليست مقتصرة على الجانب الملف النووي، يعني حتى لو عادوا إلى التفاوض في الجانب النووي، ترامب وضع أطر أوسع
من الخلاف مع إيران، الجانب الصاروخي، والجانب الأهم هو الجانب رعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. سأكمل معك هذه النقطة أستاذ مصطفى، فقط اسمح لي. هناك مسألة واحدة فقط أنا بودي أن أشير إليها في بداية الحوار. اليوم هناك تطور مهم جدا في مسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. هناك الجانب الفنلندي قبض على شحنة من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في صناعة الأسلحة النووية، وهي متجهة إلى العراق، والمتجهة إلى العراق يعني متجهة إلى إيران، وتم إلقاء القبض على هذه الشحنة. هذه في اعتقادي محطة مهمة جدا من محطات التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. نعم. أرحب بالأستاذ سعد ناجي الساعاتي الأكاديمي العراقي وأستاذ العلوم السياسية. أستاذ سعد مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ سعد. يعني ترامب الآن مثل ما تحدث الأستاذ مصطفى يعني ينفذ ما تعهد به خلال حملته الانتخابية من فيما يخص إيران، وهناك تطورات حدثت ما جعل هذا التصعيد يأخذ هذا المستوى، التصعيد الأمريكي ضد إيران. يعني كيف تابعت وقرأت هذا التصعيد في مياه الخليج العربي؟ يعني بالتأكيد كما قال الأخ أستاذ مصطفى أن الوضع خطير ويهدد بمواجهة مسلحة يعني في أي لحظة من اللحظات، لأن يعني في مثل هذه الظروف المشتعلة لا تدري أي تصرف خطأ يمكن أن يجر إلى حرب كبيرة وإلى حرب مدمرة. لكن الواضح من التصريحات من الطرفين أن الطرفين لا يرغبان في الذهاب إلى مواجهة مسلحة، وهذا ما أظهره الطرف الأمريكي ربما أكثر من الطرف الإيراني. يعني الإيراني يهدد ويصعد، لكن الطرف الأمريكي بدأ يتحدث صورة مغايرة، أنه لا نية للولايات المتحدة الأمريكية بالحرب، لا نية لمواجهة مسلحة، هذه أرقام تليفوناتي الى الايرانيين. استاذ ناجي، في هذه النقطه تحديدا يعني هناك تحذير من قائد القوى الجويه في الحرس الثوري الايراني امير علي حاجي، قال اذا اقدمت امريكا على اي خطوه فاننا سنوجه لها ضربه في الراس، وهو يقول ان وجود القوات او يعني السفن والطائرات الامريكيه في الخليج هي فرصه ايرانيه للانتقام من الولايات المتحده الامريكيه. ليس في ذلك تحذير يعني مباشر وصريح بيهدد الوجود الأمريكي في منطقة الخليج؟ يعني إذا أنت انتبهت لما قلت، أنا قلت أن التصعيد من طرف إيران أكبر وأكثر من التصعيد الأمريكي، والتهديدات الإيرانية أصبحت أكثر من التهديدات الأمريكية. بالعكس، الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحدث بصوت أنعم من السابق. الرئيس ترامب يقول هذه أرقام تليفونات تستطيع القيادة أن تتصل بي حتى نتوصل إلى حل. القيادات العسكرية تقول أنه ليس في نية الولايات المتحدة الأمريكية شن حرب على إيران. هذه كلها واضحة، لكن الذي يتضرر من هذه الحالة أو المتضرر أكثر من هذه الحالة وهذا الخنق هي إيران، وبالتالي لابد أن تصعد إيران من حديثة، خاصة بعد أن وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتراجع قليلا عن التهديدات التي كانت تتحدث فيها. وهذه مسألة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، أن الحصار على إيران الآن أصبح حصارا مدمرا. طيب، فيما يخص التصريحات أستاذ سعد، يعني فيما يخص التصريحات الإيرانية وهذا التصعيد في التصريحات، ماذا فعلت إيران على الأرض؟ هل تبقى مجرد تصريحات وعلو في الصوت؟ هذا لا يمكن أن يحكم به أي شخص الآن. هذا الحديث نعم هي الآن تصعد كلاميا، لكن قبل يوم أو البارحة سمعنا بما حدث في الفجيرة. هل كانت إيران يد في ذلك أم لا؟ هذه مسألة علامة استفهام تبقى الآن. نحن نسمع في دعم القوات الموالية لإيران في العراق وفي سوريا، تصعيد في الدعم العسكري لهذه الميليشيات الموجودة هناك. هذه كلها موجودة، لأنه لحد الآن الإيرانيين لم يفقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق. لا يزالون الآن حتى في حالة لما أعلنوا عن استمرار في تخريب اليورانيوم وتصعيد نسبة المياه الثقيلة،
قالوا أن هذا لن يحصل إلا بعد 60 يوما حتى نعرف ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاق، هل سيدعم الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل؟ معظم أستاذ سعد ناجي إذا سمحت لي، معظم الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن أن هناك يعني أجواء مشابهة لأجواء الحرب على العراق عام 2003، يعني وصول هذه البوارج وحاملات الطائرات وغيرها إلى مياه الخليج العربي، ألا يعد تصعيدا أمريكيا في حال لو تراجعت أمريكا عن ذلك؟ ألا يعد فشلا أيضا سياسيا أمريكيا؟ لا، أنا أعتقد ما حصل بالعراق في عام 2003 لم يحصل لحد الآن مع أي دولة أخرى. كان هنالك قرار وتصميم على ضرب وتدمير واحتلال العراق من قبل الإدارة الأمريكية وبتعاون من التنظيمات التي دعت أنها معارضة عراقية في الخارج. كان هنالك تخطيط كامل لمدة سنتين من 2011 إلى من 2001 إلى 2003 لضرب العراق، واعتبر العراق هو الخطر الأكبر الموجود في المنطقة والمهدد الأكبر للأمن والسلم الدوليين، وهذا طبعا بين قوسين الخطر الأكبر على إسرائيل، وبالتالي كان يجب أن يدمر بالكامل. لكن هذا الشيء لم يحدث لحد الآن. لحد الآن هنالك حديث عن مفاوضات وممكن أن يصلون إلى اتفاق ما بين الطرفين. ما حدث مع العراق مسألة أخرى، لا أعتقد أنه، وهذا طبعا نفس الشيء مع كوريا الشمالية، مفاوضات وحديث، مع العلم أن كوريا الشمالية حتى لما أطلقت صاروخين أو الثلاثة للتجارب قبل يومين أو ثلاثة، قال الرئيس الأمريكي أن هذه التجربة لن تؤثر على السلم ولن تؤثر على الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. هناك فرق بين الموقفين أكيد. نعم، أستاذ مصطفى، كيف تعلق على ما قاله الأستاذ سعد ناجي؟ أولا تحياتي للأستاذ دكتور سعد ناجي. أنا أشوف أن الموقف الأمريكي المتحدث عن رغبة في المفاوضات وفي الحوار هو طبيعي في اعتقادي. يعني الولايات المتحدة حريصة على أن لا تظهر الآن بمظهر الراغب في الحرب، وإنما بمظهر الراغب في السلام والذي يحافظ على السلم والأمن والاستقرار في العالم. هذا أولا. ما حصل في الفجيرة أنا أعتقد أنها رسالة إيرانية مفادها أن البحث لدول الخليج العربي، أن البحث عن بدائل ومنافذ بديلة لتصدير النفط الخليجي غير متاحة، وبالتالي حصل هذا العمل الإرهابي التخريبي. يعني نحن نعرف أنه في السنوات القليلة الماضية قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بمد خط أنابيب من حقول النفط في أبوظبي إلى ساحل منطقة الفجيرة، وهو ساحل لا يطل على الخليج العربي وإنما يطل على بحر العرب خارج منطقة التوتر في الخليج العربي، وما أسميه أنا مضيق باب العرب والذي يسمى مضيق هرمز. خارجها حاولت مد هذا الأنبوب. الآن جاء هذا العمل الإرهابي أو التخريبي لأجل إيصال رسالة أن عملية البحث عن بدائل لتصدير النفط غير مجدية. باعتقادي الموقف الأوروبي هو ليس عجزا من أوروبا أو من الاتحاد الأوروبي الذي أبرم أو كان حاضرا في إبرام الاتفاقية النووية مع إيران. أنا أعتقد أن هذا جزء من توزيع الأدوار بين الولايات المتحدة وأوروبا، يعني كلا ضفتي الأطلسي تتبادلان أدوارا في العلاقة مع إيران. الآن كل ما يتحدث به الجانب الأوروبي عن محاولات لإنقاذ إيران من العقوبات، محاولات إعادتها يعني إلزامها على الاتفاق النووي، محاولة إنشاء آلية للتبادل التجاري بينهما، هذا كله مجرد وعود وكلام لم تقبض إيران منه يعني شيئا في الواقع. لم تتحقق أي خطوات أوروبية على الأرض لتجاوز مسألة العقوبات الأمريكية ولا غيرها. أيضا يعني أنا أشير إلى أن حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة شارل ديغول موجودة في المحيط الهندي، موجودة في جوار إيران. طبعا السبب هو الظاهري أو الذي يعني يتحدث عنه الجميع هو وجود مناورات عسكرية بين البحرية الفرنسية والبحرية الهندية، لكن وجود هذه
حاملة الطائرات الفرنسية وهي الوحيدة ولها تحركها الآن في الجوار الإيراني له دلالة سياسية وليست يعني مسألة يجب أن تمر بشكل عابر. هناك إسراب كبيرة كثيرة من طائرات الرافال المهاجمة الفرنسية، هناك أعداد حوالي 2000 جندي فرنسي في هذه الحاملة أو ناقلة الطائرات. هذا مع ملاحظة أن الجانب الفرنسي الآن بدأ يضغط في يعني أو يصعد مع الجانب الإيراني. باعتقادي الأمور تسير نحو الحرب، كما قلنا الأجواء أجواء حرب، لكن هذا لا يعني أن الحرب ستندلع الآن ولا يعني أن الحرب لن تندلع. طيب. بالعكس احتمالات اندلاعها أكثر، خصوصا مع يعني فهم والانتباه إلى طبيعة التصرفات الغير منضبطة التي ربما تقوم بها أصابع إيران في المنطقة. نعم أستاذ سعد ناجي، يعني دكتور، يعني الأجواء أجواء حرب مثل ما وصفها الأستاذ مصطفى كامل، وممكن أن تقع نذر هذه الحرب في أي لحظة. يعني كيف تقرأ هذا التصعيد الأمريكي الإيراني وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، في ظل التوازنات الدولية مع أوروبا والصين؟ يعني أولا أوروبا أثبتت عجزها في إنقاذ الاتفاق النووي، يعني ميركل وماكرون ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحدثوا مع ترامب طالبين منه أن يدعم أو أن يتوقف عن إلغاء الاتفاق النووي وأن يعطي مهلة للأحاديث، ورفض أن يسمع منهما. والآن حتى العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة هي علاقة متوترة خاصة مع ألمانيا. ثانيا بالنسبة إلى الدول الأخرى، الصين والهند وكوريا الجنوبية ودول شرق آسيا، هذه كلها دول معتمدة على النفط الإيراني وبكميات كبيرة. الآن قبل قسم من عندها، قسم من عندها وافق على أن يوفق استيرادها للنفط، لكن لما يبدأ اقتصادها يعاني، لما تبدأ ميركل غير قادرة على توفير بديل لهذا النفط لهذه الدول، ماذا ستفعل هذه الدول؟ هل ستلتزم؟ هذا ما يعول عليه الإيرانيين أكثر من أي شيء آخر. ثانيا تهريب النفط الإيراني جار على قدم وساق. البارحة وصلت ناقلة نفط كبيرة بمليون برميل إلى ميناء بانياس السوري، ووصلت كمية أخرى عن طريق البر إلى سوريا، ثم ذهبت كميات أخرى إلى الهند، وهذا كله والقوات الأمريكية موجودة تدعي بالمنطقة وستمنع تصدير النفط الإيراني. ثالثا والأهم، الإيرانيين الآن ينتظرون ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية. راح يستمرون هم في تصدير، هل ستقوم بضربة التي قامت فيها في سوريا على قاعدة حنينيم أو غير مناطق، قواعد جوية، ضربات صواريخ من البحر؟ هذا طبعا لن يؤثر على إيران ولن يؤثر على 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 مجرى الحوادث، لكن رد الفعل الإيراني ربما يجر إلى مواجهة أكبر إذا قررت أن لا تسكت كما سكتت سوريا وكما سكتت روسيا عن هذه على هذا القصف الصواريخ. هذه كلها هو الذي يجعل من الحالة أو المرحلة مرحلة حرجة ومتوترة وقريبة من يعني من الانفجار في أي لحظة من اللحظات. مثل ما قلت لك، في مثل هذه الظروف لا تدري ماذا يحدث كي يصل الوضع إلى هذا الاصطدام. طبعا لا ننسى أن إسرائيل لها دور كبير في هذه المسألة، ليس دفاعا عن إيران، لأننا كلنا نعرف ماذا تفعل إيران في العراق وموقفنا من موقف إيران في العراق، لكن إسرائيل تريد تدمير هذه القوة الإيرانية بأي شكل من الأشكال، لأن هي القوة الوحيدة المقدسة في المنطقة التي تقول أنها غير يعني غير راضية عن وجودها بهذه الكمية وبهذا الوضع. نعم. وبهذه القوة في سوريا أو في لبنان أو في العراق. نعم دكتور ابقى معي لو سمحت. إسرائيل تدفع. نعم. باتجاه هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، يعني. نعم. لا تستبعد أن تكون ما حدث في الفجيرة بأصابع إسرائيلية، لأن هنالك قاعدة فرنسية، هنالك. نعم. قاعدة أمريكية بالقرب في قطر. لماذا؟ كيف تم هذا الاختراق في هذه المنطقة المحمية
بصورة كبيرة في الفجيرة. هذه كلها علامات استفهام لحد الآن لا نجد لها أي جواب. نعم، بلا شك أن لهذا التصعيد الأمريكي على إيران تداعيات وانعكاسات على النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. لنبدأ من العراق دكتور أستاذ مصطفى، يعني بالنسبة للحشد، يعني كيف سيؤثر هذا التصعيد على النفوذ الإيراني في العراق تحديدا، في يعني تحديدا التعامل مع ميليشيا الحشد في العراق؟ الحشد أنشئ في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق وتحرك في شمال ووسط وغرب العراق برعاية الاحتلال وبدعم من مدفعيته ومن طائراته. لكن المؤكد أن الحشد ولاءه التام لإيران، وهو لن يتردد في اتخاذ أي خطوات عملية تأمره بها إيران. ما تقرره إيران سينفذه الحشد، كما سينفذه حزب الله، كما سينفذه الحوثي. وأنا أعتقد أن الاحتمال الأرجح أن يكون قصف أو تخريب يعني مهاجمة السفن الناقلة للنفط في قرب ميناء الفجيرة. أنا أعتقد الأرجح بالنسبة لي هو محاولة حوثية لهذا العمل. نحن الآن نسمع جعجعة كثيرة من يعني من عصابات الحشد ومن زعمائها، لكن أنا باعتقادي أننا لن نرى طحنا يتناسب مع هذه الجعجعة. نعم، الميليشيات ستحاول القيام بأي عمل تأمرها به إيران هنا أو هناك في العراق، لكن كما يعلم الجميع أن المقرات والمصالح الأمريكية في العراق لم تكن الآن ليست كما كانت الحال عليها في سنوات الذي كان الجندي الأمريكي يمشي في الأرض العراقية. هل هي فرصة، يعني البعض يتساءل يقول هل هي فرصة إيرانية مثلا؟ يعني مارك تينيت يقول بأنه رغم هذا التصعيد الكبير إلا أن الولايات المتحدة هدفها الردع، ويعني نائب رئيس الوزراء العراقي باهل عرجي ورئيس الوزراء العراقي السابق تحدث عن أن العراق سيكون حربا أو ساحة حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الحشد سيكون بإمرة الولي الفقيه. هل ستكون فرصة إيرانية فعلا لضرب القوات الأمريكية، أم ستستمر سياسة التخادم مثل ما تفضلتم؟ أولا، أنا لا أعتقد أن العراق سيكون ساحة حرب بالمعنى الحقيقي لكلمة ساحة حرب لهذا الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. نعم، سنشهد بعض الهجمات التي تشنها الميليشيات الإرهابية الإيرانية العاملة في العراق، لكنها هذه ستكون هجمات محدودة عددا ومحدودة تأثيرا. أنا قلت لك أن الجندي الأمريكي الآن ليس متواجدا في الشارع في بغداد أو في المدن العراقية الأخرى، وإنما هو موجود في مقرات حصينة بعيدة تماما عن أن تمس بعمل مباشر من جانب الميليشيات الإرهابية الموجودة في العراق. لكن الجانب الإيراني لن يكون بإمكانه مباشرة أو عبر أدواته ومخالب القذرة في العراق تنفيذ كل تهديداته. يعني لن تهاجم المصالح الأمريكية في العراق بالشكل الذي تزعمه، لن نجد اغتيال أو قتل لجنود أمريكان، لن نجد اختطاف لجنود أمريكان كما يزعم البعض. أنا أعتقد أن مياه الخليج العربي وظيفتيه ستكون الميدان الأهم للرد الإيراني، وربما سيتولى حزب الله بعضا من هذه مهام الرد هذه. لكن كلما وسعت إيران حجم هجماتها أو حجم ردها على أي عمل عسكري يواجهها، ستكون يعني إذا وسعتها ليشمل مصالح أوسع لأمريكا ولحلفائها في المنطقة في الخليج العربي تحديدا، أنا أعتقد سيزداد حجم الرد الأمريكي وسيتسع التحالف ضد هذه العنجهية الإيرانية، وربما سيتبع ذلك تحركا من مجلس الأمن لتكبيل إيران بعقوبات دولية يعني تزيد الخناق عليها. الأمر ليس سهلا كما كان في السنوات السابقة. أذرع إيران نعم موجودة، لكن
الآن هناك تأثير كبير للعقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، يعني مع شبه التصفير الكامل لتصدير النفط، هناك إحجام من الصين ومن الهند ومن تركيا عن الشراء، هناك معلومات لها قدر كبير من الموثوقية أن إيران عاجزة عن تمويل أذرعها الإرهابية سواء في لبنان أو سوريا أو مناطق أخرى من العالم من المنطقة. هناك اعترافات رسمية إيرانية وآخرها اعتراف رئيس روحاني بصعوبة الوضع الاقتصادي. لا شك أن استمرار الضغط سيؤدي إلى المزيد من العقوبات، مزيد من الصعوبات عفوا. وهناك إذا جاءت الحرب فستكون إيران غير قادرة على الاستمرار التمويل بشكل كلي لأذرعها ولأنشطتها الإرهابية في الداخل. إيران، الولايات المتحدة طبعا في هذا الإطار تعول على تحرك من الشارع الإيراني، تعويل أمريكي هناك على الداخل الإيراني، يعني وهناك اتصالات مع جهات عديدة في المعارضة الإيرانية، وأنا أعتقد أنه يعني كثفت اتصالاتها مع مجاهدي خلق الولايات المتحدة، مع مجاهدي خلق أو غيرها، وثم ترتيبات أمريكية في هذا الصدد في تقدير. شهدت مرحلة أوباما أو فترة أوباما 8 سنين من الامتيازات الأمريكية لإيران، حتى وصلت إلى إيران إلى ما إلى أهدافها التي كانت تطمح لها منذ أكثر من 3 عقود. الآن هل بدأ العداء التنازلي لخسارة كل هذه الامتيازات؟ إيران بسبب هذا الطوق الذي تفرضه إدارة ترامب عليها في وضع يعني لا يمكن مقارنته بالوضع الذي كانت عليه في ظل إدارة أوباما. نحن فقط لو تحدثنا في إطار النفوذ الإيراني في العراق. نعم، في العراق مرتبط بما حول العراق. يعني إيران لها أذرعها في كل المنطقة وليس في العراق فقط. نعم، العراق بالنسبة لها يعني خندق أمامي للقتال وللصد وللتمويل وللنهب وللنفوذ الكبير في المنطقة ولتدريب ميليشيات إرهابية تابعة لها وترسل إلى الكويت والسعودية والبحرين وربما مناطق أخرى. لكن حالة يعني شهر العسل الذي عاشته إيران مع إدارة أوباما وحتى مع إدارة بوش التي تخادمت معها في غزو العراق وفي غزو أفغانستان لن يكون ممكنا في ظل الثلاثي الذي يعني يشحذ أسنانه يوميا ضد إيران، وأعني به تحديدا ترامب، بولتون، بومبيو. هذا الثلاثي مصر على مهاجمة إيران، ويعني فضح إيران مستمر في كل الوسائل الإعلام الإيرانية الأمريكية والغربية والعربية. هناك هجمة منسقة يعني أو حملة منسقة لفضح الإرهاب الإيراني. نعم، وكما قلت لك لم يعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران محصورا بالجانب النووي، وهذا يمكن أن يخضع لاتفاقات ولمفاوضات شبيهة بالاتفاق الذي خرجت منه الولايات المتحدة عفوا. ولكن الآن موضوع رعاية إيران للإرهاب، والجميع يعرف أن أذرع إيران الإرهابية ممتدة في كل مكان. نعم، إذا هناك لربما علاقة مستقبلية متوقعة ما بين الولايات المتحدة وإيران خلال المرحلة المقبلة. هناك تداعيات تؤثر على النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة. الكثير من الأمور ستدخل في إطار يعني الحرب النفسية على أو التي تصنعها إيران في هذا الإطار. نتحدث عن هذه الحرب النفسية والعامل النفسي بتصريحات الإيرانيين والمسؤولين الإيرانيين، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي.
إذا مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على حقيقة العلاقات الأمريكية الإيرانية في ضوء التصعيد الأمريكي الأخير. وبالعودة إليك أستاذ سعد ناجي الساعاتي، الأكاديمي العراقي وأستاذ العلوم السياسية، كيف تنظر إلى موضوع هذا التصعيد والنفوذ الإيراني؟ إلى أي مدى ترى أن هذا النفوذ سوف ينحصر، سواء بالأذرع الإيرانية الموجودة في المنطقة، حزب الله، الحشد، الحوثيين؟ يعني ابتداء بالنسبة إلى العلاقة الأمريكية الإيرانية، يجب أن نعلم أنه دائما الولايات المتحدة الأمريكية تعطي أهمية أكبر في العلاقة مع إيران على غيرها من العلاقات مع الدول العربية، وهذه كانت في زمن الشاه واستمرت بعد ذلك في زمن الثورة الإسلامية. على الرغم من الخلافات، الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني مستعدة إلى أن تتقارب وتتفاوض وتوصل إلى حلول مع إيران أكثر من أي دولة عربية أخرى. بالنسبة إلى الإرهاب، أولا الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعية الأولى للإرهاب، وهي من فتح الباب في العراق إلى إيران وغير إيران وغير المنظمات الإرهابية لكي تدخل وتتدخل وتنشر الرعب والقتل اليومي في العراق، وبمباركة الولايات المتحدة الأمريكية وبسكوت من القوات الأمريكية الموجودة في العراق. من وجهة نظر أخرى، من ناحية أخرى بالأحرى، هذه التنظيمات، الحشد الشعبي والجعجعات والتصريحات التي تصدر عن قادة هذه الميليشيات، أنا أعتقد بصورة جازمة إنها لن يكون لها أي دور سوى التصريحات، وبالتالي هي لا تقدر أو هي غير قادرة على فعل أي شيء حقيقي. نعم، قد تقوم بعملية هنا وعملية هناك، ولكن هذا سيكون الرد عليها رد سريع، وأصلا يمكن حتى ينهي وجود قسم من عدها في بعض المناطق. الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن نعرف هذه مسألة أيضا مهمة، أنه الرئيس ترامب هو تاجر، هو صاحب مال، وهو جبان، لا يتخذ خطوات بالحرب، وهو من وعوده الانتخابية صفر حروب خارجية، صفر تدخلات عسكرية خارجية، وبالتالي كل هذه الجعجعات تصل إلى نتيجة أنه يحاول أن يتوصل إلى حلول مفاوضات وحديث وما شابه ذلك. هو يريد من إيران، أو يريد غير النظام في إيران، إن استطاع أن يفعل ذلك من الداخل فبها، إن لم يستطع راح يستمر في خنق هذا النظام بطريقة من الطرق. لكن المسألة الأخطر هو ماذا سيكون رد النظام الإيراني على هذه العمليات. هذا هو الذي سيحدد مستقبل المنطقة كما قلت سابقا. أستاذ مصطفى، طريقة الحرب النفسية التي تصنعها إيران في دقها لهذه التصريحات أو في إعلاء هذه التصريحات، كيف تنظر إليها وكيف تصفها؟ هل هي مجدية بالنسبة هل ستحقق مكاسب إيرانية؟ الجانب الإيراني لديه قدرة كبيرة على بث الإشاعات وتحريف الأخبار وتزويرها وبث الإشاعات التي تخدم، يعني تعزز معنويات في الميليشيات وفي كل المنطقة، كل أتباع في المنطقة. يعني الحرب النفسية الإيرانية مسألة خطيرة يجب الانتباه منها، أنا أحذر منها بشكل كبير. للأسف هناك بين صفوفنا من يحاول الدعاية الإيرانية أو يحاول تمرير الدعاية الإيرانية أحيانا بوعي وأحيانا بدون وعي، والأخطر هو بدون وعي، لأنه يعني الإيرانيون عبر حزب الله، عبر قناة المنار، عبر قناة الميادين، عبر المخابرات الأسدية، عبر كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، يحاولون بث مواقفهم وبما يعزز من الروح المعنوية لدى أفرادهم. نحن فيما يهمنا في النهاية هو انكسار هذا المشروع الفارسي الذي يستهدم في الأمة كلها، في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي البحرين وفي السعودية وفي الخليج العربي، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، وفي كل المنطقة. يهمنا جدا خلاص العراق من الميليشيات الإرهابية التي استباحت كل مناحي الحياة في العراق، وهذا يعني واضح جدا أنه سيكون هناك
تأثير على هذه الأذرع الإرهابية الميليشياوية فيما لو حصلت أي مواجهة عسكرية أمريكية إيرانية. هل ترى أن المشروع الإيراني قد تعثر؟ سيتأثر، نعم تأثر كثيرا، وهناك كما قلت معلومات موثوقة على أن إيران غير قادرة على تمويل كثير من أذرعها الإرهابية في المنطقة، وهناك المزيد سيحصل المزيد عندما يستمر الخنق الأمريكي وعندما يسقط أول صاروخ على أي قطعة عسكرية أو وحدة عسكرية أو فنية تقنية إيرانية في هذه المواجهة. ما يهمنا ليس هو يعني تدمير إيران، نحن ما يهمنا هو كسر هذا المشروع الفارسي الذي آذانا كثيرا ودمر معالم الحياة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، والآن يسعى إلى التخريب في البحرين وفي السعودية وفي الإمارات وفي غيرها من أقطارنا العربية. يهمنا جدا أن يبدأ العراقيون والسوريون واللبنانيون واليمنيون فيما يخص بعيدا عن نعم هذه بلا شك أن العراق وصفه الكثير من المحللين وحتى يعني محللون إيرانيون وصفوه بأنه حديقة خلفية لإيران، خصوصا بعد احتلاله عام 2003 وفي وفق سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية. ما موقف الحكومة العراقية من أو كيف تقرأ يعني موقف الحكومة العراقية من هذا التصعيد الأمريكي ضد إيران؟ فيما لو حصلت مواجهة فعلية كيف سيكون موقف الحكومة في العراق؟ طبعا إيران لا تريد من العراق أن يكون ساحة حديقة خلفية فقط، إيران تريد من العراق أن يكون مصدا لها وساحة للحرب مع الجانب الأمريكي بعيدا عن أراضيها وبعيدا عن قواتها بشكل مباشر. لكن أنا قلت أن ربما سيحدث هجوم هنا أو هناك، الميليشيات الإرهابية العاملة في العراق الإيرانية العاملة في العراق ستقوم بعمل ما تجاه المصالح الأمريكية أو المقاقات الأمريكية، لكن كما قال الأستاذ سعد سيتولى الجانب الأمريكي تدمير هذه الميليشيات ويعني تحطيمها ربما لو قامت بأي عمل. من هذا الإطار أنا أعتقد يعني في إطار سؤال حضرتك عن موقف الحكومة العراقية أو ما يسمى بالحكومة العراقية، أنا أصر على أنها عصابة استولت على العراق وتتحكم به وليست تحكمه. هذه السلطة أعتقد أن زيارة بومبيو الأخيرة إلى العراق لعدة ساعات أوصلت رسالة حازمة لعصابة المنطقة الخضراء أن أمريكا لن تتردد في مهاجمة من يستهدف مقراتها أو مصالحها في العراق، سواء كان هذا الاستهداف إيرانيا بشكل مباشر أو بواسطة المخالب القذرة الإيرانية العاملة في العراق وأعني بها الميليشيات. ويبدو لي أن هناك قدر من الفهم لطبيعة رسالة الحزم الأمريكي من قبل رأس السلطة في بغداد وأعني به تحديدا عادل عبد المهدي، لكن هذا لا يعني الالتزام التام من جانبه بالأوامر الأمريكية. وأنا أقول الأوامر الأمريكية لأن الأمريكان مع الإيرانيين هم من جاء بعادل عبد المهدي وبسلفه حيدر العبادي وبنور المالكي وهكذا وأياد علاوي وغيرهم، لكن كما قلت هذا الفهم لا يعني الالتزام التام بالأوامر الأمريكية، لأن يد إيران ويد سليماني تحديدا هي من تحرك الأصابع الإيرانية العاملة في العراق. ومن هنا جاءت زيارة سليماني الأخيرة قبل يومين للقائه يعني ولقائه بوكلاء وخدامه في العراق. باعتقادي أيضا أن هناك بالتأكيد هناك محاولات كانت سابقة يعني سابقا من الجانب الإيراني لاستخدام النفط العراقي أو يعني للتصدير عبر العراق أو استخدام النفط العراقي عائدات النفط العراقي لتمويل بعض أنشطتها، لكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الآن أعتقد أن إيران الآن لن تتمكن من تصدير نفطها عبر العراق،
وأعتقد أن الولايات المتحدة لديها القدرة على ضمان السيطرة على الأموال العراقية لضمان عدم نقلها إلى إيران كما حصل سابقا. طيب. بالتالي الحرب التي تأمل أن تجد إيران منافذ لها في أراضي الغير وتحديدا في العراق لن يكون سهلا تمرير مثل هذه القضية. طيب أستاذ دكتور سعد ناجي، كيف سيوفق أو توفق حكومة عبد المهدي ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني في صراعهما الجديد؟ يعني السيد عبد المهدي بالأساس هو والسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس البرلمان هم بالأساس تابعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويستمعون لأوامرها، لكن خوفهم من الميليشيات الموجودة حواليهم ربما يجعلهم في بعض الأحيان يصرحون تصاريح. المشكلة الأساسية في الموضوع هو حقيقة كل الأطراف تنتظر في العراق، كل الأطراف في طبيعتها يعني المراوغة بطبيعتها المحتالة تنتظر لتجد من هو الطرف الذي سيكون له الغلبة لكي تصطف معه. هي ليست مع هذا الطرف ولا مع هي مع الطرف الذي يوفر لها أن تصرخ بأكبر كمية ممكنة وأن تبقى في الحكم وأن تستحوذ على ثروات العراق. المشكلة الثانية اللي أنا أرجو يعني من خلالكم أن أقولها وأرجو أن يعني تتقبل من 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 مستمعيكم ومشاهديكم بصدر رحب. يجب أن لا يمنعنا كرهنا أو لا يجعلنا عفواً كرهنا لإيران ولما تقوم به بالعراق أن نعتقد إنه هي ستكون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون تخلص لنا من هذا الهم الكبير الذي جثم على صدورنا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من جلبت إيران وبالتالي هي غير مهتمة بما يعانيه العراقيون. أن نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونقول لها أنت من سيخلصنا من الاحتلال الإيراني، أنا أعتقد هذا إما غباء أو سذاجة، لأن لا أستطيع أن أتصور في أي لحظة من اللحظات أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخلص العراق من المشاكل التي هو فيها، لأن هي من خلق هذه وهي من تريدها أن يبقى في هذه المشاكل. الحكومة العراقية غير موجودة، لا يوجد اسم حكومة عراقية، لا يوجد تحدي الآن قرار. شكرا لك دكتور. تحدي الآن من الحكومة العراقية بهذا الصدد غير موجود. وضحت الصورة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيئا لتخلق جيش عراقي حقيقي وبالتالي أجعلت خاضع لهذه الميليشيات، فكيف نتصور بعدها أن تريد من عندنا أن تريد يعني نصدقها بأنها تريد عراق ديمقراطي ومستقل وبعيد عن هذه التأثيرات؟ طيب إذا تريد عراق مو مستقل وديمقراطي لماذا وضعتيه في هذا في هذه القناة وتحت؟ شكرا لك دكتور سعد. الإيراني والخليجي والسعودي والتركي وكل الأطراف الإسرائيلي لماذا هذا؟ هذه كارثة. العمل يجب أن يكون بيد العراق. شكرا لك. هم وحدهم القادرون على أن يخلصوا بلدهم من هذا البيت هم فيه. إذا لا يعتمدون على نفسهم كل الأطراف الأخرى تستغلهم من أجل مصالحها. لكن مع الأسف لا يوجد في العراق حتى الآن من ظهر وأثبت لنا أنه وطن بطريقة يصبح. وضحت الصورة. شكرا لك دكتور. دكتور سعد ناجي الساعاتي الأكاديمي العراقي وأستاذ العلوم السياسية لوجودك معنا في هذه الحلقة. أخيرا وفي دقيقة واحدة وأقل أستاذ مصطفى كامل، هل ستكون أمريكا هي المخلص من الاحتلال الإيراني الذي عاث في العراق فسادا؟ نحن تحدثنا عن التخادم الأمريكي والإيراني والدور الأمريكي في جلب إيران والاتفاق معها لغزو العراق. من العجيب أن يعتقد البعض أن الولايات المتحدة هي المخلص للعراقيين من إيران أو من أي عامل آخر يعني يؤثر في أمنهم واستقرارهم. ما يعول عليه بالدرجة الأولى هو الشعب العراقي وقدرته على التحدي وعلى الصمود وعلى البناء وعلى رفض هذه الميليشيات الإيرانية وعلى النفوذ الإيراني وغيره. ولكن في حال حصول
تبدلات في يعني الموازنات في التوازنات الدولية وفي العلاقات الدولية، ووجد العراقيون فرصة العراقيون فرصة للاستفادة من هذه التحولات في العلاقات الدولية وفي التوازنات الدولية، لا بأس من الاستفادة من هذا الجانب. أما أن يعول بالشكل كامل على الجانب الأمريكي أو على غيره فأنا أعتقد أن هذا غير صحيح وغير مجدي. التعويل الأساسي هو على الموقف الشعبي العراقي، الموقف الوطني العراقي للقوى العراقية الحية وللشباب العراقي الذي يتظاهر ويرفض بكل وسائل الرفض، يعني بكل وسائل التعبير، يرفض هذه الميليشيات ويرفض نفوذها ويرفض نفوذ إيران. ولكن التبدلات في التوازنات الدولية قائمة، والتبدلات في التوازنات الدولية والتعامل مع هذه التبدلات لا بأس به، وليس هناك إشكال في هذا. هذه كل القوى التحررية في العالم استفادت من علاقات مع هذا الطرف أو ذاك، وأجرت مفاوضات مع هذا المحتل أو ذاك، وربما لدينا الكثير من هذه من الأمثلة التي تعزز هذه القناعة. ويعني نحن العراقيون نعاني كثيرا من الإرهاب الإيراني، فلماذا يعني لا نفرح أو لا نشجع أو لا نبتهل إلى الله أن يقوم ترامب أو غيره بالهجوم على إيران، وإذا لم يكن لتخليصنا فعلى الأقل لتدمير جانب من هذا هذه العنجهية الإيرانية وهذا النفوذ الإيراني. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي في الأستوديو. شكرا لك. ونشكرك شكرا جزيلا دكتور سعد ناجي الساعاتي، الأكاديمي العراقي وأستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. إذن المشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.